بسم الله فدينا وعالنبي صلينا على السلامة. شني حواكم؟ لبس عليكم يا ربي، دايما تكونوا فرحانين وفي صحة جيدة ويستركم ويبعد الشر عليكم يا رب العالمين. احنا اليوم انا نوردين باش نمشوا نعملوا دورة بين السوانين، قاعدين نختاروا في ثانية في او في فيرما باش نشريوها. انا حبيت نصور لكم ثلاثة اماكن مشينا لهم، زوز صورتكم والثالثة باش نصور من برا خاطر تنقول لكم علاش ما دخلتش لداخل حسيل. المهم احنا شدينا اول مره ماشيين الحمديه، وبعد ماشيين طريق بعد سليمان طريق منزل بوزرف. هذه الدار العليه تريتين العليه، هذه دار اللي حبينا لقيناها في الانترنت باش نوريها لكم من داخل. ثانيه هاي بلاصتها باهيه، معناتها بعد نصور لكم من برا. هذا فيها باب كبير، بسم الله مولاي هذاك وليد صغير بكل يعرف اللغات الكل. شوف زيتون ولوز وكرم ما شاء الله، كلب هواني. هذه منطقة بحذا وراء المحمدية جهة الكسير، حاجة كما الكسير وراء المحمدية حسين. ما شاء الله شفت مدينه، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. نادرين الدجاج هذا نادر، ها مش موجود في كل بلاصة. اي محليهم ما شاء الله كلهم معنا ما يبيضوش. ما يسمي يبيض سمنة. هذه متاع رمان. ما شاء الله عنا الزيتون. شفتوا محليها والله عجبتني، مبدئين عجبتني انا. هذا خاصين لكم انتم، هذا ما تربيوا فيهم. اي انا ربي فيهم انا مغروم ما شاء الله. هذوما نفس الفصيلة اللي شفناها من برا، هذوكم اللي بارون تاعهم الوالدين تاعهم. زينة سو كيوت ما شاء الله. باهي معلومات على الارض هذه الاولانيين شفناها على بركه الله، هي قطار و2000 متر فيها تقريبا 150 زيتونه و50 لوزه، ويولدوا بالكدا وشويه حاجه سفرجل ومكرمه تقريبا مش برشا. فيها بير حلو اللي تشوف فيه توا، وفيها ماجن زاد للسقي، والسعر نتاعها 395 مليون، اعطيناه اقل مازال ما ردش علينا. حنوريكم البير، ها فيه ماء، فيه ماء هاك يا عيني يا عيني، ونبدا نهز في الماء من البير عاد. هاي هذا بيت مسكر اكيد فيها خل زاده حسير، وهي من حته ما شاء الله واسع بالكدا بالكدا. هاو قالك فيه تولد الجر يولدو ما شاء الله. نزلت نمشي وما كملت. هذه القفيه متاع دار جيرانهم هذوك كل، مش وحدنا هذوما جيران يعني يعني ماناش وحدنا الجم، لا هاوك عندهم سويني وجنبنا فهمت، وبينين ناس هاوك كرهب هاك كرهبتنا وين كرهبتنا وكرهبت الوليد. هنشق شقان علاش عامله كي انا، يلا الكل مجمعوا الزيتون واللوز، كان كتبت لنا العام الجاي يبدا عنا لوز وزيتون نجمعوه، فما كرمه زيده وانا نموت على الكرم. هذا الباب تخلى منه،
هذيا هما وين كرهبتنا هذي كل الدد كرهبنا يدخلوا. ولهنا نكملوا الأرض هذه الأولانية رقم واحد المزرعة وفيرما رقم واحد هذه الماج الحلو اللي قلت لكم عليه للساقي طبعا الأشجار وكل حاجة به معناها مش مغطي بركة من بعد ينجم اللي عنده صغار يغطي. ونتعديو إلى الفيرما رقم اثنين اللي شفناها والأشجار نتاعها تثمر طريق منزل البوزلفة قربس فهمت على اثنين. المهم يعني السعر نتاعها 390 مليون 390 مليون الاخرى 395 وهذه 390 قطار زاده وشويه الكبرى نتاعها قطار وشوي. يجيو عملوا جوله معايا إذا والله ما نعرف ذي ودينا والله ما نعرف إن شاء الله شوف تبارك الله البرب دينا اللهم صل على النبي هاي ما شاء الله شو محلي حتى صغيرين ولدي بسم الله كان نلقى راني نحيت كعيب نموت عليه هكا على شجرته اقسم بالله روح عقلي فيها كاش خص كان نشريها بسم الله معبي ما مفهوم الجر مش درك كيفاش مريض ولا كيفاش نخرج من برك الله معبي من هنا ما نبقاش حتى كيفاش نخرج عم نرجع احسن لي هي تابعينها زادا شفتها هم كلهم هيك فم الرمان فم الرمان زادا هيك هيك الرمان اما مش مع بي برشا فم الرمان اخرين زادا غادي نمشي ندخل نخلط عليهم شنو ندخل لوج على نور الدين وين هاي ما شاء الله ما شاء الله متكتكين بالبركتين والمدن هذا السفرجله هاي السفرجليه هذه السفرجه ها هو نور الدين شوف ما شاء الله شوفوني وين شوف شو ريتي واحدة ثانية يحب يشريها نور الدين مصلي عني بي معبي معبي مش نقولكم شوف شوفوا منا شو هاي معبية معبية هالخ قديم الكسار انت قبل وتو جديده او كثيره من الرمي دينا كما كما اسبانيور هذيك الصحابه هذا لو لو تغير ذكرها قدوش مره لك عدنا توقف بينا خلي اكل ان شاء الله غبار ديك نتركب وكذا وقنا منها تحب الله هي مزيت مش طايبه بس حلوه كالعسل ما شاء الله ولكن هم عدت قضيه طيبوها بالديار لو تشوفها سفره طيبه بالديار احنا بيجي ما طيبوش بالديار مش عارفه هذه زنبيع ولا شنو هذا
هذا يظهر لي زنبي ولا برقدين ولا منع. هذا قارس عطوني السر عليه. شو هذيك؟ ان شاء الله تعطيك كجويده جويده على الاخر. تجي فيها سعيده قبل من القروينه ما شاء الله. يا عدي المساج عدي. عديت لاولادك زنبيع ولا برقدين هذاك؟ زنبيع. ايوا ما شاء الله. شكون ولادك هذا؟ شكون ولادك؟ شنو صغير 87 ولد 6 نوفمبر كتب 2006. يرحمك الله ويجزيك. وهنا خليت نور الدين يتكلم معاهم يتفقوا على السعر ونختمها بالتوتة والعنبة. ويا محلى التوتة عسيلة. وشدينا طريق سليمان منزل بوزلفة. المرة هذه ماشي منزل بوزلفة. طبعا عرفتوها المكان منزل بوزلفة. أنا باش نمشي طبعا معاه في الكهرباء إلى حد أنه لقينا الفلاح اللي باش يهزنا للفيرما ما عندوش كهرباء وعرض لنا في بنزل بوزلفة. فهو باش يركب وانا باش نقعد نعمل دوره بيكم في السوق. اليوم سوق منزل بوزلفة بالخميس. وانا كما تعرفوا البارتنير اللي عندنا بيدا هذيك متركب كاين زوز برك، فلذا انا يلزمني نهبط وهو يركب مع زراجه. بدلت رأيي كنت باش ناخذ من هذه. يعني باش ناخذ من هذه أخشن هكا حبيت بدلتها باش ناخذ. طلعوا لي 5000. باهي يعني باهي يعني. أعطيني كيلو أعطيني ب 10000. شو محلاها ما شاء الله. خشي نتشرف من منزل بوزلفة. أعطيني من أنا عرزون اللي اختار لي الباهي. قداش عندكم القارص؟ قارص 3000. 3000؟ باش ناخذ الخبز خاطر قال لي راي المراه يعرفها ونضيفها اللي تجيب الخبز. 900 انا عجبني الحق. هنا الخبز. هاي ثلاث مرات. نجيب لي بيزا مالا. نعم. السخان هذا قديم. أظن 15% ومن سماك على دينار يكون حتى الغاز هون ريت حتى تلقى واحدة مايلة برا. لا محزون وهي كعبة الأخرى هذا كله. هاي كل 5000.
الغبره مزيانها الصغيرون. انا واقف هذا ب 2000 هذا 18 هذا 14 قاعد نستنى فيه هبطني لهنا خط الكهرباء ما تهزش ثلاث عبيد هو الفلاح بيهزه باش باش يوريه البلاصه عجبتنا باش نشريوا لها حبيت نصور لكم لكن ما مشيتش معاه وليت عملت في الدوره في السوق كما شفتوني يعني. وحسيلو قعدت عملت دوره واخذت شويه حوت كيما شفتوا وشيخت روحي هكا وخذيت شويه سحنه وكل حسيلو جانو ردي. حسيلو دخلت بيت الكوزينه توضيت وصليت ظهري ما عادش وعلي وقت. ديت لك الحوتات قسمتها مع ثلاثة زوز كل زوز خليته وحده في الفريجو وحده باش نورزين نجم يستعملهم وكي يبدا حاجته كي نبدا انا مش موجوده والثالث غسلته فوحده بالملح والفلفل الاكحل خاطر اخويا ما مسيتهمش كيما هما خبيتهم وهكا اسمعوا معانا عاد النقاشات على الحوار اللي داير بينه وبين نورزين على شريان الفيرمات. والله يكلم انت ما خاسره حتى شيء تكلم ولو ما فيهاش جر ماهيش مسجره يعني نحب الارض تبدا مسجره ما نقعدش تو باش نقعد نزرعها وحاله ونستناها لين تكبر تطلع لي البربديل والقارص والغله ونور الدين راهو مازال يبحث في الانترنت ويكلم الناس في التليفونات وهل اللي حطيتهم اليوم الفيرمات اللي حطيتهم اليوم راهو تحت طلب برشا ناس طلبوا مني انتوما متابعات طلبوا مني يحبوا يعرفوا الاسوامات اللي عايشين برا في الخارج يحبوا يعرفوا الديار ولا فيرما ولا اللي هو ولذا كيما احنا نشوفوا مادام احنا عندنا فرصه نمشي ونشوفوا بعينينا او كصورت لكم واللي يحب يتصل ولا حاجه ولا يعطي يحب رقم معين انا نعطيه. معناها تاخذها خضار كهوا هذه مش اشجار 200 مليون فيها دار ولا ليه؟ دار عفيف ولا دار عفيف؟ يعني الصوره طيب قلت يحضر الصوره سخنت القيم تاع الروز وقلت عليك قرنون فلفل وهاني نقلي في الحوت وباش نقصوا السلاطة، هاي نبداو نقصوا السلاطة الجاي. وفعلا هو قصها لكن قصها جراير، قال لي خلينا نعملوه جراير، عندنا كعبة بسباس، طماطم وخيارة. قصهم وأنا عندي لهنا روز نتاع العصبان بقى شوية نتاع العصبان فورته باش يولي جديد وقريت كعبات قرون الفلفل زينت بيهم وهنا الخبز اللي شريتها اللي وريتها لكم. هنا باش يحب يفوحها على ديريكت هكاك مش باش ناكلو هكاك الشايحه وكهو كمل الحاضره كل شيء جست عندي كعبات ثلاث كعبات مازالوا يتقليو وهو يحب على القارص هزيت له طريفه قارص باش يعصر عليها يعصر على شويه السلطه هذيك وباش يحط عليها شويه زيت زيتونه وطبعا اكيد المره هذه باش يحط الملح
انا خاتيني هو اللي باش يملحها. قال لي نهيت شويه ملحي ولدي مثبت. قال لي اي واللي تعطيته ملحها. هذا هو فطيرنا مع المقلي. الحمد لله رب العالمين. بعد ما كملنا فطرنا حطيت نغسلوا هذو ما لصحنا اللي شريتهم زوز بركتهم كامل اللي ما عجبوني. فما حتى بلا متاع سلاطة ومتاع متاع طاجين كيف هما بالضبط. ان شاء الله المرجع المرجية ذاك هو. انا خليني في السوق وما عندي كان شوية فلوس فوق مني يدوب كتفتف بيهم كل حاجة تذوكم. تعرف المرأة تبدأ عندها تبدأ تفتف الكوجينتها كي يبدأ عندها شوية فلوس هي في السوق سيبوها ما تقول ليش اشري وحدة وحدة تتسيف تشري حسيل. المهم وانا باش نغسل معوني خاطر هذاك اهم حاجة باش الريحة متاع الحوت تتنحى من الكوجينة من الري والزفرة. هني عملت مو وشوية جافيل باش نازم نغسل باش. قالوا ما تغسلش بالجافيل الله غالب وخيتي توكيما اليوم مثلا حوت ولا عظم ما تنجمش ما تغسلش ما تستعملش الجافيل لازم منها. اش باش نعمل كهو حسيلو ان شاء الله عجبك. على كل حال انا اليوم الفيديو هذا خاص راهو للمتابعات اللي في الخارج اللي يحبوا يشريوا فيرمات ولا ديار. انا ما صورتش اليوم الديار ثلاثه فيرمات الثالثه ما هي زاد قطار واحد كلهم واحد قطار 2000 متر والاخر قطار وشويه والثالثه قطار تقريبا زاد كيف كيف. لكن الثالثه انا ما صورتهاش بما اني انا ما مشيتش كما شفتوني. على كل حال نوعدكم اذا مشيت الفيرمات اخرى او ديار اخرين نصور لكم ونقول لكم على الاسعار. ما دامنا في الكوجينه ما نخرجوش الا بحويجه حلوه. آخر سهرية عندنا الدرا معبي بالفاكهة وقشيت من عند ما شريتوش ليه كنت باش نشري لكن ما خذتش حقه مرت خوي خديجة. ما ياخذوش من عندي البنات كي يعطوني حاجة ما يحبوش ياخذوا. يعطيهم الصحة إن شاء الله فرحة وليداتهم وكل بنياتهم. عبد يخسر بالفيكه ريتها منعرفش لا بعشرة ولا بحداش الكيلو بيعوا فيه والله نسيت. البنات الاثنين سواء كان خديجة ولا هاجر منعرفش هاجر عندها ولا خاطر مسألتهاش منعرفش. طواك تخلط باش نحطه فوق القاس. بسم الله كملت صليت شفت اش عامل قطوسه ياه ها يغزر لي عوي بحذايا وشيخ با استعمل با استعمل سبي الزينه هو سبي سي عمري سي عمري هو كهو. بعد ما ربسنا على القطوس على الدرع متاعي كيك ديما نحط فيها مغيفه زبده صراحه تبننا على الاخر على الاخر وديجا طاب ولكن حسيتها خاثره واللي زدتها شويه حليب باش ما ديش يابسه برشا خاطر هي كي نحطوه في الصحاف وباش نبدو ونخليه تبرد شويه نلقاوها يابسه. فهنا شريت شويه اليوم الحقيقه مروحه شريت زوز حليب ولقيت هذه البابيون الشامية قلت خلنا نعمل شوية دروع النوردي ختمناها بشوية حلو باش يكون فيديوين حلو وحياتكم حلوة إن شاء الله. يلا مالا ما بقى لي إلا نقول لكم إن شاء الله ديما لباس إن شاء الله ديما فرحاني ربي يستركم يبعد عليكم كل شر إن شاء الله يا رب العالمين وربي يحفظكم يحفظ وليداتكم ونخدموها بالصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.